خضعت لبحث طويل في التكنولوجيا، انطلقت بعيداً عن الأرض. تستطيع الحوامات أن تطير فوق الأرض، الماء، أو حتى فوق أقصى السطوح. سفن الهواء تستخدم الهواء القوي للانطلاق والسفر فوق السطوح المتنوعة. نسخة معدلة بحجم لوح التزلج استخدمت تكنولوجيا كهرومغناطيسية لخلق تجربة طفو مشابهة، الهوفربورد. عرفنا تقنية ألواح على أربع عجلات، أو عجلتين، أو عجلة واحدة. ولكن ماذا عن لوح من دون عجلات؟ في هوليوود لطالما كان الهوفربورد هو الطريق إلى المستقبل. شاهدناها كطوافات للشرطة الطائرة في فيلم بلايد رانر، وبسباق مارتي ماكفلاي في فيلم العودة إلى المستقبل. لطالما كانت تكنولوجيا الهوفربورد بعيدة عن المتناول حتى الآن. ابتكار حديث من شركة صغيرة تدعى هندو قد يكون الانطلاقة الأولى التي ستحوم بنا نحو المستقبل. قد تبدو هذه الانطلاقة للوهلة الأولى خيالاً علمياً، ولكن علم الفيزياء هو ما يساعد هذه الهندو على الطفو على الهواء. برنامج ألعاب تكنولوجية سافر إلى لوس جاتوس في كاليفورنيا للتقصي حول هذه الأعجوبة الميكانيكية. خلف جدران المكتب الرئيس للتكنولوجيا الفائقة في لوس جاتوس يجري اختبار حالة ومسارات الهندو هوفر. يسعى المخترع والمبتكر غريغ هاندرسون لتنفيذ سعيه الطويل خلف تكنولوجيا الهوفربورد. الإلهام الحقيقي لاختراع الهوفربورد جاء من عملي كمهندس معماري وإنشائي، ومن البحث عن طريقة أفضل لإنشاء أشياء تفيد في حالات الزلازل والفيضانات. حصلنا العام الماضي على براءة اختراع لما يعتبر طريقة نظام أساسي من ثلاثة أجزاء بفصل وبناء من الأرض بطريقة فعالة حقاً، وذلك من خلال طوفانه. بعد عملية طويلة من التجارب والأخطاء، اكتشف هاندرسون أخيراً القطعة المفقودة من هذا اللوز المتطور، الماجنو كهربائي. يشرح لنا هاندرسون العملية. يقوم محرك الحوامة بخلق حقل كهرومغناطيسي حول السطح الموصول به، وهذه هي أبسط طريقة لفهم آلية عمله. لو استطعنا جعل القطار يحلق في الهواء فما لدي يمنع من تجربة هذا على منزل، وهذه كانت نقطة البداية للنظر في كيفية جعل الأشياء تحوم. فما هو أفضل من بناء الهوفربورد؟ عن طريق استخدام ما يسميه بنية الحقل المغناطيسي، قام هاندرسون باختراع لوح مع اثنين من أقوى الحقول الكهرومغناطيسية. فسواء على مسار أو سطح مصنوع من المغناطيس، بإمكان الهوفربورد التحليق بضع سنتيمترات عن الأرض مع قيادة سلسة وثابتة. هذا اللوح المبتكر لم يلمس الأرض. يصف لنا هاندرسون تجربة ركوب الهوفربورد. تقوم بالانفصال بشكل فعلي عن الأرض. سوف تطفو. إنها حقاً تجربة فريدة من نوعها. تساعد الدائرتان الرقيقتان المغناطيسيتان الموجودتان في مقدم وخلفية اللوح على حفظ توازنه، ولكن هذا يعود للراكب فيما إذا أراد التوازن أثناء تأرجحه في وسط الهواء. لا يوجد أي اتصال بالأرض على الإطلاق، فلوح الهندو غير قابل للاحتكاك أبداً، ما يجعل سرعته تعتمد اعتماداً كلياً على المتسابق، حيث يقوم بدفعها وإبطائها يدوياً. هناك بطاريات تحتوي على 64 ليثيوم بوليمر أو خلايا لايبو، وإذا قارنا ذلك بتسلا نموذج أس نجدها 7000. يتحدى هذا اللوح الراكبين المتمرسين. تدوم الجلسات حتى 5 دقائق في كل مرة، لا وجود للسلاسل. وهذه ليست أوهام كريس أنجل، بل إنها علم خالص في طور التنفيذ، غير أنه قد لا يكون مارتي ماكفلاي بشكل محدد بعد. هذا اللوح الطائر يستمر في دفع حدود الإمكانيات. خذ الجزء الرئيسي من محرك المغناطيس الكهربائي المبتكر، الأمر المسؤول عن التصنيع الدقيق. كان في نهاية الأمر التصميم والمرشد والمشيد بشكل تام من خلال طبيعة الأبعاد الثلاثة. كل أجزاء المحرك الرئيسة يمكن صنعها في غضون ساعات. متدرب مثل المهندس المعماري والإنشائي هاندرسون يتصور بشكل أساسي أن يجري تطبيق تكنولوجيا الحقل المغناطيسي الكهربائي الخاصة به في المباني المصممة ضد الزلازل. بإمكان محرك الهوفر أن يوسع نطاقه وأن يتحول من حجم صغير إلى الحجم الذي تريد. نحن بصدد بعث هذه التكنولوجيا للناس لتساعدهم على حل مشاكلهم في صناعاتهم، وليتوصلوا إلى حل مشاكل لا نعرف عنها شيئاً.
ومع التوسع والملائمة التكنولوجية قد يحمل المستقبل سيارات طائرة مباني عائمة مع طرقة ممهدة بواسطة الحقل المغناطيسي. لكن في الوقت الراهن حوامة الهند ما زالت في مرحلة النموذج الأولي، على الرغم من استخدامها لبطاريات صغيرة لتضمن ارتفاعاً كافياً لتتجاوز نصف الأنبوب. هذه التكنولوجيا هي مجرد خدش في السطح كتمهيد لمستقبل طائر. الآن لوح الهند المتأرجح هو ذروة الأدرينالين العالية التقنية، لذا تشبثوا لنرى إلى أين سيأخذنا هذا اللوح.